غالبية مقاتلي داعش في الرقة سيلقون حتفهم، القلة منهم بقوا أحياء ولكن أسرى مع وحدة مكافحة الإرهاب الكردية. موفدة أخبار الآن جنان موسى تمكنت من لقاء أسير تونسي وزوجة مقاتل آخر من تركيا، تحدث عن هزيمة داعش ورحلة الوصول إلى سوريا وأيضا الانضمام لداعش، وعن مقاتلين أجنبيين، الأول أمريكي والثاني ألماني. نحن برفقة وحدة مكافحة الإرهاب الكردية، مهمتهم إلقاء القبض والتحقيق مع أفراد داعش، حال هذا السجين التونسي الذي هرب من الرقة. في مقابلة حصرية معه يخبرنا بأن داعش يستعمل المدنيين في الرقة كدروع بشرية. كانت الأمور يعني صعبة على المدنيين، مثل ما صار في الموصل أنه ممنوع الخروج وممنوع خروج المدنيين، حتى اللي نشوفه كل ما يتقدموا يعني القوات على مكان انه تشوف يعني كثير مدنيين اما يعني خرجوا احياء يعني اعجوبه او كانوا تحت الانقاض، فهمت؟ وهذا انه يعني فكرهم انه انه المدنيين دروع بشريه راح يعني يكف القتال او كف شيء، بل بالعكس يعني يزيد ينفر الناس يعني منهم ويزيد ممكن يعني كثير ناس يعني تصير يعني ضدهم وتصير. في منطقة كوباني وبالتنسيق مع وحدة مكافحة الإرهاب التقينا أيضا هذه السيدة التركية التي كانت متزوجة من مقاتل في داعش، تريد اليوم العودة إلى تركيا بعد قتل زوجها في المعارك. أما بالنسبة للتونسي فيتذكر كيف انتهى به المطاف في سوريا بعد أن وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في تونس وشجعوا أبناء البلد على الجهاد. والله كانت من 4 سنين ومن 5 سنين يعني الطريق مفتوح، يعني كان الطريق مفتوح خاصة يعني من تونس يعني اللي سافر مباشر، كنا مرينا على ليبيا ثم التحقنا بتركيا، وكانت تركيا يعني هي أسهل شيء، أسهل يعني دولة يعني تدخل منها يعني من اي ناحيه، يعني من المطار من البر من الحدود البريه الى سوريا، فهمت؟ كانت يعني اسهل شيء، ممكن كانت هي يعني هي اللي تسهل دخول الناس وهي اللي تسهل دخول يعني المهاجرين وهي اللي تسهل، فهمت؟ فالتحقت انا من سفري من تونس الى ليبيا، من ليبيا لتركيا، فهمت؟ ليبيا وين؟ بليبيا. ليبيا من طرابلس. فالتحقت يعني بالتنظيم. ليش ما رحت مباشرة من تونس على اسطنبول؟ يعني ليه رحت على ليبيا بالأول؟ والله كان الطريق نفسه يعني، بس أنا اخترت هذا أنه يعني بس أنا اخترت هذا نفس الطريق، ممكن تسافر من تونس ممكن تسافر يعني من، حتى الفترة ذيك كانت يعني حكومتنا حكومة يعني حكومة إخوان يعني عادي، ما في مشكلة دعم الإرهاب عادي، نفس التخريب في تركيا، نفس العقلية في قطر، نفس يعني عقليات يعني نفسها، فهمت؟ عادي فتح بؤر التوتر عادي، تمويل الإرهاب عادي يعني. فكانت الطرق سهلة يعني انك يعني تغرب شباب او تسحب شباب من بؤر التوتر، انه يعني خالص ما في سجن، ما في عفو، اخرجوا ناس كل يعني، فمش تكون العقلية نفسها انه يعني نروح في ناس يعني تقول اني رايحة الجهاد وما جهاد، في ناس يعني جات حمية انه شافت الشعب السوري هيك فتورطت، في ناس كثير تورطت بصراحة، تورطت مش عارفة يعني الحل لمستقبلها. رحلة الوصول إلى سوريا كانت سهلة جدا، يعني لما حتى في المطار اسطنبول تسأل أنا وين نريد نروح، وين في الباص الفلاني أو المكان الفلاني، كانوا يدلوك يعني. حتى أنه مرة يعني أول ما دخلت كانت في صارت شغلة يعني أني للآن مستوعبها الآن يعني ما راحت على بالي، أنه في واحد يعني جنبي تونسي كان هذا شرطي الحدود يختم له في الجواز، فقال له وين رايح؟ قال له انا رايح على سوريا، قال له يلا بسرعه، فهمت؟ يعني في هذه انه باينين انه يعني في ناس يعني وراء الكواليس انها يعني تدفع في الناس هيك وتدفع في كل شيء. معظم افراد داعش غير السوريين عالقون الان في الرقه من دون اي خيارات،
هم ممنوعون من مغادرة أراضي داعش وغير مرحب بهم في بلادهم أصلا. محمد الأمريكي هذا يعني كان يعني من الأول مقاتل عادي، ثم سمعنا به أنه يعني يريد يخرج يعني من التنظيم ويريد يخرج يعيش يعني مواطن عادي، فهمت؟ فتعرض للتعذيب والضرب والإهانة وكل شيء، فهمت؟ ولساته يعني الله أعلم مضطهد يعني هناك، فهمت؟ هذا مثل من الأمثلة اللي الناس يعني خايفة أنها تخرج للمجتمع الخارجي، فهمت؟ هذا لو مين يعني يستقطبه أو يستقبله أو يتكلم معاه، فهمت؟ ما كان بالتجربة اللي مر بها ومن تعذيب ومن يعني من إهانة وكل شيء، فهمت؟ تصور يعني واحد جاي من أمريكا جاي إليك يعني بفكرة الدين أو فكرة يعني الحمية أو فكرة شيء، فما ما نظن إنه يعني ناس عاقلة أو ناس يعني تعرف تسير مش تسير شعوب أو بلدان تسوي للناس مثل هيك، فهمت؟ هذا مثال يعني عن الناس المضطهدة جوا، فهمت؟ نحكي لك من المهاجرين يعني لو السوريين يقولوا احنا مضطهدين او شيء، فهذا مثال عن اضطهاد المهاجرين، فهمت؟ دون القتل دون يعني التعذيب. فمحمد الامريكي هذا يعني وصل انه يعني ما يعطونه لا بيت لا مكان لا كفاله او شيء، فهمت؟ وصل انسان يعني جاي من امريكا يعني يحكوا عليه انه كان يعني من مرتبه معينه، فهمت؟ وامه وابوه شغل معين، فهمت؟ ف يبيع في يعني في قطعة كعك وشغلات، فهمت؟ هذا مثل للاضطهاد، فهمت؟ فما بالك يعني تحت الكواليس أو حاجات ما نسمعوش بها ما احنا، أو يعني هلا صار مدني يعني عم بيبيع كعك؟ اي صار مدني يعني، فهمت؟ وبده يرجع أمريكا؟ طبعا بده يرجع، مثل كل واحد، فهمت؟ يرجع على بلده، فهمت كيف؟ في واحد ألماني كتير مشهور كان يغني هونيك بألمانيا اسمه ديزو دوغ، بتعرفه؟ شفته شي مرة؟ بتعرف عنه شي إذا بعده عايش أو ميت؟ اي نعرفه. اي شو بتعرفه؟ شو نذكر لك اسمه، شو اسمه؟ أبو إيش؟ أبو طلحة الألماني. نعرف نشوف فيه كي مثل الناس يعني في الرقة، فهمت؟ والله أعلم أن الفترة الأخيرة سمعت أنه انقتل يعني، وصار لي زمان ما شفته، فهمت؟ زمان كثير ما شفته، فهمت؟ هذا مثل الناس يعني اللي تأثر يعني، فهمت؟ ولو أنه يعني مغني يعني مشهور يعني وألماني، فهمت؟ أكيد يعني رأو يريد يرجع الحياة ويريد يرجع يعني. بس قلت أنه انقتل، يعني متأكد أنه مقتول ولا مش على الأكيد؟ لا بس سمعت، أنا ما سمعت، بس مو متأكد يعني بشفته مثلاً أو شافوا صوره أو شيء ما نعرفهم، بس ما متى آخر مرة أنت شفته بعينك؟ والله زمان، ممكن 8 أشهر 9 أشهر سنة. متى؟ ممكن من سنة، فهمت؟ شو كان شغلته بالضبط؟ شو كان يعمل؟ والله ما أظن أنه يعني مقاتل، وسمعت هيك يعني كلام يعني من ناس من هناك انه يعني يريد يمشي للعراق، فهمت؟ من اول حمله الموصل، فهمت؟ فقالوا انه ابو طلحه يعني يريد يروح للعراق هيك. يعترف هذا الموقوف ان التنظيم سيخسر الرقه عاجلا ام اجلا. باين لكل واحد يعني يحلل يعني الواقع الحربي في الرقه، انه باين انه يعني معركه محسومه يعني، فهمت؟ بس تخبطات هيك، وعادي داعش تضحي بناس يعني هيك، أنها يعني مازالت قوية مازالت هيك. هكذا ينتهي حال معظم من انضم لداعش. من لا يقتل في المعركة ينتهي به المطاف مسجونا مهزوما وفي حالة ندم. جينا الموسى، أخبار الآن من منطقة كوباني عين العرب سوريا.